أكدت تقارير صحفية فرنسية يوم السبت رغبة النادي نسب في التخلي عن خدمة اللاعب الجزائري يوسف عطار بعد فتح نافذة انتقالات ستوية في يناير كانون المقبل. وقالت الصحيفة كورت الفرنسية أن النادي باشر برحلة البحث عن ظهير أيمن للتعاقد معه هذا الشتاء تمهيدا لرحيل عطار لأحد الأندية المهتمة بحصول على خدمته. وأضافت أن خريج أكاديمية بارادو يتجاوز ضمن مخططات عدد من الأندية التركية والسعودية الكبيرة، من المنتظر أن يستمع مع النادي لبث في مستقبله. ويقضي صاحب 27 عاما أسوأ فتراته في الدوري الفرنسي منذ انتقاله من 2019 بسبب المشاكل مع رابط الدوري الفرنسي والسلطة القضائية. واعتقلت الشرطة الفرنسية المدافع والمحارب الصحراء يوم 23 نوفمبر تشرين الماضي لاتهامه ببعض الثغرات تساهم في إثارة الكراهية قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أن دفع كفالة قدرها 80,000 يورو بعد أن تم استدعائه للمثول أمام المحكمة الجنائية يوم الاثنين. هذا هو نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.